بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في مصر الحبيبة وفي كافة أرجاء المعمورة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة الألم. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن ألم الرأس أو الصداع. هو طبعا احنا عارفين أن الصداع من أشهر الحاجات اللي ممكن تيجي لطبيب علاج الألم، وقد تكون أن هي من أشهر الأعراض اللي جميع المرضى بيروحوا بيها لتخصصات مختلفة من الطب. لكن خلوني في الأول أقدم نفسي لحضراتكم. أنا الدكتور أسامة يحيى، مدرس واستشاري علاج الألم في كلية الطب جامعة الزقازيق، ومعي أخي وزميلي الدكتور أحمد حجاب، مدرس واستشاري علاج الألم كلية الطب جامعة الزقازيق. أهلا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. بفكر حضراتكم دايما بعنوان عيادة الألم في مدينة الزقازيق في ميدان القومية خلف مستشفى الحرمين، والمقر الجديد لنا في القاهرة في مستشفى النهار التخصصي في الحي الثامن في مدينة نصر جنب جمعية الوفاء والأمل. تليفونات العيادة إن شاء الله بتبقى موجودة طول البرنامج أسفل الشاشة. لو في أي استفسارات أو حجوزات إحنا إن شاء الله نتشرف باستقبالها من حضراتكم. إحنا بنتكلم عن الصداع. مشكلة الصداع هي مشكلة كبيرة وبتيجي المرضى كتير، وزي ما بقول لحضراتكم حوالي 50% من الناس ممكن يجي لهم نوبة من نوبات الصداع في خلال السنة الواحدة. الصداع هو في نوعين أساسيين من الصداع، في أنواع كتيرة جدا، بس النوعين الأساسيين ممكن نلخصهم اللي هو الصداع الأولي والصداع الثانوي. الصداع الأولي اللي هو الحلقة النهاردة هتدور حواليه إن شاء الله، هو الصداع اللي هو مش ليه سبب معروف، يعني سببه بالضبط أو بالتحديد ما هوش معروف. هي نظريات بتفسر كيفية حدوث هذا الصداع، ولكن مفيش سبب محدد ليه. النوع الثاني اللي هو الصداع الثانوي اللي بيحصل نتيجة أمراض تانية موجودة عند الإنسان. هذه الأمراض قد تكون في الأوعية الدموية، أو قد تكون مشاكل في الجيوب الأنفية أو في الأسنان أو في القدرة على الإبصار أو في سبب الصداع، يعني جاي من العين. الحاجات دي كلها لازم نشخصها كويس ونعرف إن هي ما هياش صداع أولي، يعني مش أي إنسان يجيله صداع يبقى نعتبر إن ده صداع أولي. يبقى نستبعد الأول الصداع الثانوي، والمريض يشوف جميع التخصصات. لو مفيش أي سبب عنده لهذا الصداع بيبقى غالبا صداع أولي، وبنحتاج نشوفه ونبدأ نشخص أنه نوع من الصداع الأولي اللي موجود عند المريض. لأن الصداع الأولي هو كمان ليه أسباب ليه، أو يعني منه أنواع كتيرة جدا. هذه الأنواع إحنا هنتكلم فيها عن ثلاث أنواع هي الأكثر شهرة، وأولها هو الصداع التوتري اللي بيحصل في الرأس، عبارة عن حلقة تحيط بالرأس، الإنسان بيحس بضغط حوالين الرأس بالكامل من الناحيتين. تاني نوع اللي هو أقل شهرة، الصداع المزمن ده اللي هو الصداع التوتري، بنقول إن نسبته في الستات إلى الرجالة نسبة 2 إلى 1، يعني بيحصل في الستات أكتر بنسبة الضعف تقريبا. النوع الثاني اللي يليه في الشهرة هو الصداع النصفي اللي هو الشقيقة. الصداع النصفي هو بيجي غالبا يعني في ناحية واحدة من الرأس، ودوت بيبقى في الرجال نسبة حدوثه في الرجال أكتر، وخاصة النوع اللي هو أقل شهرة منه اللي بنسميه الصداع العنقودي، اللي هو بيجي على هيئة نوبات قصيرة جدا. هذه النوبات قد تصل إلى 8 مرات في اليوم، ودوت بيحصل بنسبة أكتر في الرجال عن السيدات. الصداع الأولي إحنا لما بيجي المريض مش بنبدأ نقول إن ده صداع أولي إلا ما نستبعد الأول علامات الخطورة اللي هي قلنا عنها قبل كده في آلام الظهر، واللي قلنا عنها في أنواع كتيرة أوي من الآلام. في بعض العلامات الخطرة أو بنقول إن هي العلامات الحمراء، لازم نستبعد هذه العلامات قبل ما نشخص إن ده صداع أولي اللي هو بنقول إن سببه غالبا بالظبط ما هوش معروف. من ضمن هذه العلامات ان هو لو الصداع جه اول مره للمريض بعد سن الـ50، احنا بنقول الصداع الاولي هو يعني في نسبه كبيره بيحصل في فتره منتصف العمر من 25 ل 55 سنه، اللي هي الفتره اللي الانسان بينتج فيها في المجتمع وبيمارس نشاطه وبيبقى اكثر نشاط واكثر حيويه، وبالتالي هو بيعوق الانسان عن ممارسه اعماله اليوميه وبيبقى يؤدي الى مشكله اقتصاديه كبيره.
الصداع الأولي بنقول إن هو يعني نسبة الحدوث بالنسبة للصداع المزمن في الستات أكتر من الرجالة، ولكن في الصداع النصفي بيبقى في الرجالة أكتر من السيدات. نرجع للأسباب اللي هي العلامات الحمر أو علامات الخطورة. علامات الخطورة بنقول إن هو لو أكتر من سن 50، أو المريض كان عنده صداع قبل سن 50 ولكن حصل تغير في طبيعة هذا الصداع من حيث شدته أو من حيث إن هو نوبات اللي بيجي فيها الصداع والأعراض المختلفة والأعراض المصاحبة لهذا الصداع. إيه المشكلة في أكبر في لما الصداع يجي أكتر من سن 50؟ زي ما قلنا مش ده السن المشهور إن يحصل فيه الصداع الأول، فبنتوقع من ضمن التوقعات اللي تحصل إن إحنا نستبعد ما يسمى بانسداد الشريان الصدغي، لأن دوت بيبقى مرض خطير جدا، بيبقى فيه مشكلة في الجهاز المناعي، بيحصل انسداد في بعض الشرايين من أهمها الشريان الصدغي، وده بيعمل صداع شديد جدا بعد سن 50. بيليه بعد ذلك انسداد في الشريان البصري وبيؤدي إلى فقد للبصر، فبالتالي لازم نشخص ده بسرعة، ولازم المريض ياخد جرعات كبيرة من الكورتيزون عشان توقف هذه العملية من انسداد الشرايين. العلامة الثانية من علامات الخطورة لو الصداع حصل بعد حادثة أو بعد تمرين رياضي عنيف، دي بتبقى مشكلة ممكن يكون حصل نزيف في المخ أو حصل في كدمات في المخ. العلامة الثالثة من علامات الخطورة لو في ارتفاع في درجة الحرارة أو تيبس في عضلات الرقبة، دوت بيعني أن قد يكون في التهابات موجودة في الأغشية السحائية أو التهابات في نسيج المخ، ودي بتبقى حاجة خطيرة لازم تتعالج طبعا على طول وتتشخص بالظبط. العلامة اللي بعد كده من علامات الخطورة لو الصداع ده بيصاحبه أي تغير في الحالة العصبية للمريض، يا إما مثلا يحصل تغير في شخصية المريض، يا إما أو في سلوكه أثناء نوبة الصداع دي، يا إما يحصل فقدان للقدرة على الحركة، أو يحصل إغماء أو فقدان للوعي، أو يحصل تشنجات. كل العلامات دي علامات خطيرة للصداع. العلامة اللي بعد كده من علامات الخطورة ان هو يكون في ارتفاع في درجة الحرارة زي ما قلنا، او في علامة من علامات زيادة الضغط داخل المخ. العلامات ديت اللي هي زي الترجيع الشديد بالذات في فترة الصبح المبكر، او يكون في تيبس في العضلات بتاعة الرقبة، دي لو خاصة لو مريض عنده اورام بتدل على ان هو قد يكون حدث انتشار للورم داخل المخ لا قدر الله. يبقى دي هي العلامات الخطرة اللي يجب ملاحظتها كويس جدا والتدقيق فيها أثناء تشخيص الصداع الأولي. الدكتور أحمد هيكلمنا إن شاء الله عن التفصيل بتاع أنواع الصداع الأولي وأماكن حدوثه، وهيبدأ يفتح لنا مجال الحديث عن جميع أنواع الصداع الأولي. وتفضل دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا انواع صداع كتير، يعني في اخر حاجه بيقولوا في اكتر من 150 صداع، وفي انواع صداع كتير حتى بيقولوا عليها نون سبيسيفيك او لسه ما ادرجتش، ما اتحطتش تحت تقسيمه معينه. فاحنا عندنا انواع من الصداع كتير جدا. احنا بنقسمها زي ما الدكتور اسامه تفضل، صداع اولي وصداع ثانوي. في اسباب كتير جدا للصداع، احنا هنحاول نقول يعني الاكثر شيوعا وهنقول اسباب كتير جدا، لكن مش هي دي الاسباب كلها، في اسباب حتى مش معروفه، يعني العيان عنده صداع وما بيتشخصش ما بيتعرفش ده ايه. احنا عندنا بنقسم لصداع اولي وصداع ثانوي. صداع اولي ده معناه ايه؟ معناه ان في صداع عند العيان بس انا مش قادر اشخص ده مرض بيسبب الصداع ده، زي الصداع التوتري، الصداع النصفي، والصداع العنقودي، الثلاثه المشهورين. في الصداع الثانوي جوه المخ، دي انا بتكلم على الاسباب، هنمسك المخ وهنمسك حاجه حاجه. اول حاجه الصداع الاولي في المخ، الثلاثه اللي قلنا عليهم. الصداع الثانوي اللي جوه المخ او جوه تجويف الجمجمه، زي تمدد الاوعيه الدمويه، زي التهاب، زي لا قدر الله وجود الاورام، زي التهابات ميكروبيه او التهابات عاديه زي ما الدكتور اسامه تفضل، ارتفاع ضغط السائل اللي موجود في المخ اللي هو سي اس اف، السائل النخاعي، نقص السائل النخاعي، وجود نزيف دموي لا قدر الله من خبط او من خبط العين اتخبطها، حتى في بعض الاماكن في المخ لو يعني كميه دم قليله جدا تعمل صداع شديد. من الاسباب الثانيه، احنا خلصنا الاسباب الاوليه والثانويه اللي موجوده جوه المخ، اسباب موجوده في بنسميها سبيشال اورجان او الاعضاء الحسيه، زي اسباب في العين،
بكل حاجه، اسباب ارتفاع ضغط العين، اسباب اي حاجه في العين، بالاعصاب اللي حوالين العين، اسباب في الانف، اسباب في الاذن، اسباب في الفم والفكين، تمام. في اسباب تانية نتيجه، وكل طبعا مكان من دول في اسباب كتير جدا. يعني حاجه سنه فيها مشكله هتعمل صداع، التهاب في اللثه هيعمل صداع، التهاب في الاعصاب الطرفيه هيعمل صداع، كل حاجه من دول ليها سبب. يليها اسباب بعد ما خلصت الاسباب اللي موجوده في المخ والاسباب اللي موجوده في العين والانف والاذن والفم، اسباب موجوده في الجهاز الهيكلي زي مفصل الفك، العظم بتاع الفك لو فيه التهابات، المفصل ده لو فيه التهابات هيعمل صداع، لو العظم ده فيها التهابات هيعمل صداع، لو العضلات، عضله زي العضله بتاعت المضغ اللي مسؤول عن المضغ اللي هو اقوى عضله في الجسم، لو حصل لها التهاب يحصل صداع. لو التهاب في الاعصاب الطرفيه، واحنا اتكلمنا حلقات كتير فاتت على التهابات الاعصاب الطرفيه اللي موجوده في الراس، زي التهاب العصب الخامس، التهاب العصب الخلفي اللي موجود ورا الجمجمه، التهابات للعصب الثالث والرابع والسادس حوالين العين، دي يعمل الم شديد جدا، اسمه ليه اسم علمي، اسمه يعني تلوسا هانت سندروم. ده حاجة مرض بيحصل فيه التهاب شديد جدا في العصب الثالث او الرابع او السادس اللي بيحركوا عضلات العين. في العصب الثاني لو حصل له التهابات، العصب اللي مسؤول عن الابصار ده بي 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 بيعمل الام شديدة. دي كلها قلناها الاعصاب، الجهاز العضلي الهيكلي اللي موجود في الـ 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 الراس. بعد كده صداع جاي مسمع، هو ما فيش مشكله في الراس لكن هو جاي مسمع من اماكن تانية، زي اشهر مثال الصداع اللي موجود في الرقبه، اي نسيج من انسجه الرقبه هيسمع في الراس، زي بالذات الفقرات العليا زي الفقره الاولى والثانيه والثالثه، لو مفاصل بين الفقره الاولى والثانيه فيها التهابات هيعمل صداع، وبالذات يعدي من ورا كده ويطلع والعيان يقول ايه صداع، بيبدا من رقبتي لما احركها ويطلع فوق لحد عيني، صداع نتيجة التهابات للأعصاب، من الأعصاب زي العصب اللي بيعدي ورا الرأس، وهنوري صور لها يعني هتوضح الحاجات دي. صداع نتيجة وجود شد عضلي في العضلات بتاعة الرأس، زي الناس اللي ينام نومه غلط ومخدة مرتفعة أو منخفضة وكده، يحصل آلام شديدة في العضلات يقوم بصداع، ماشي. في صداع ناتج لحاجات عامه في الجسم، وده من الحاجات اللي مشهوره جدا، المريض يخش علينا يقول انا مصدع ما تقيس لي الضغط يا دكتور، ده حاجه مشهوره جدا. تلاقي العيان لو ضغطه مرتفع، دي اسباب عامه، احنا اتكلمنا عن اسباب في المخ اوليه وثانويه، اسباب في العين والانف والاذن والفم، اسباب في الجهاز العصبي الهيكلي اللي هو المفصل والعظم والعضلات وكل الانسجه بتاعه الراس. يليها من الاسباب برضه لو واحد عنده خراج او خراج في البتاع او فتح في فروه الراس، ده يسبب صداع، صداع شديد. دي كلها اسباب. الاسباب العامه زي ايه؟ ارتفاع ضغط الدم، هبوط ضغط الدم، ارتفاع نسبه هبوط ضغط نسبه الاكسجين، ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون، بعض المشاكل في الاملاح، نقص السكر. الناس وهي صايمه يقول لك انا حاسس ان انا مصدع قبل الفطار بشويه، يحس ان هو مصدع، ده نقص السكر اللي موجود في الجسم. صداع ناتج من المشاكل في القلب، معروف ان يحصل صداع سببه حاجه في القلب، دي كلها حاجات عامه. اخر انواع من انواع الصداع، الصداع النفسي. في صداع نتيجه لبعض الامراض النفسيه بتعبر عن نفسها بالصداع. بعض الصداع برضه من الاسباب مشاكل ادويه او لا قدر الله ادويه مسممه، حصل تسمم او حاجه. بعض الادويه المشهوره جدا بالذات الادويه اللي بتعمل تمدد في الاوعيه الدمويه، واشهر حاجه عليها ان هي النيتريتس، اللي هي زي العيان لما بيبقى عنده حاجه مشكله في القلب ويبدا ياخد ادويه موشعه للشرايين يقول لك انا حاسس بصداع شديد، يبقى صداع ناتج عن دواء، ده وضع طبيعي. صداع ناتج عن اوفر يوز، انا باخد دواء وباخد منه كميات كبيره يسبب صداع. صداع ناتج عن اعراض انسحاب من دواء، انا واحد مدمن وبدا يحصل له اعراض انسحاب من دواء زي المورفين، يبدا يبان بصداع، يبقى دي نتيجه ادويه. هلخصهم سريعا، الاسباب كده زي ما قلنا، في اسباب اوليه كتير، في اسباب اوليه ملهاش سبب، زي واحد بيجي له صداع لما بيكح، واحد بيجي له صداع لما بيعمل رياضه اكسرسايز، واحد بيجي له صداع لما بيمارس العلاقه الحميميه، واحد بيجي له صداع، واحده بيجي لها صداع لما بيجي لها المستريشن او البريود اللي هو الحيض، واحد بيجي له صداع لما بيتعرض للبرد، اول ما ينزل الصبح كده ويتعرض برد يجي صداع. دي كلها انواع صداع زي ما قلنا في
في اول الحلقه في اكتر من 150 صداع، وفي انواع تانية مش معروفه لسه ما ادرجتش ولسه ما اتحطتش تحت البنود دي. فاحنا اهم حاجه في الصداع ان احنا زي ما دكتور اسامه تفضل نعرف العلامات الخطره. انا مش هيهمني الصداع ده، لو انا ما عرفتش اعرف الصداع ده هو ايه مش هتفرق، انا ممكن اعالجه. بس المهم ان ما يكونش الصداع ده ينم عن مرض خطير ممكن لو انا خدته بتساهل يودي بحياه المريض. دي اهم حاجه. احنا هنعرض بس بعض الصور عشان تبين للساده المشاهدين الانواع الاساسيه للصداع او الانواع المشهوره. صور الدكتور احمد يا شباب، دي اربع انواع للصداع المشهورين، اللي هو الصداع الاولي. في الصداع اللي على اقصى اليمين من الصوره اللي هو حواليه العين، ده الصداع العنقودي بيجي حواليه العين. طبعا الدكتور اسامه هيتكلم بالتفصيل على كل صداع وينشخصه ازاي. الصداع اللي بعديه ده الصداع النصفي، بيجي في نص الايه الوش. الصداع اللي بعديه التنشن او الصداع التوتري، بيجي زي حزام العيان يقول انا عندي حزام كان حاجه ضربت حزام على راسي زي ما احنا شايفين. الصداع الرابع ده من سهل من مكانه، الجيوب الانفيه بتاعت المناخير، قلنا من الاسباب الانف والجيوب الانفيه والحاجات دي كلها طبعا ليها علاج عندنا. الصوره اللي بعديها يا شباب دي انواع صداع برضو. الاخير ده اللي على اقصى اليمين ده صداع جاي من الرقبه وطلع على الراس. الصداع اللي بيجي من الرقبه ده يعني من الحاجات الفارقه اللي فيه ان هو على الرغم ان هو جاي من الرقبه ممكن يوصل لمرحله ان هو يعدي لحد ما يوصل للعين، لانه وجدوا فيه ارتباطات بين العصب اللي ماشي ورا وبين العصب الخامس اللي بيسمى في الوجه في النخاع الشوكي. فممكن يسمع يعني ممكن يتلخبط مع انواع صداع كتير في الوجه. الصداع النصفي الصوره التي تليه من اليمين، اللي بعديه التنشن اللي هو الصداع التوتري، اللي بعديه اللي هو العنقودي، اللي بعديه اللي هو تاني صوره من ناحيه اليسار دي الجيوب الانفيه، واخر صداع ده الصداع المشهور اللي هو اقصى اليسار الصداع نتيجه المفصل بتاع الفك، وده من الحاجات المشهور. الصوره اللي بعديها دي اللي هنتكلم عليه بعدين. هنبدا الصوره دي هنعرضها بعدين بقى في العلاج. ايه الضفاير العصبيه؟ انا معلم عليها ان احنا كدكاتره علاج الم ممكن ندخل عليها ونعمل عليها شغل تقلل الصداع، وده الصوره دي هنجي لها بعد كده لما نتكلم على العلاج، ودكتور اسامه هنتكلم على التشخيص. لما نيجي نتكلم بقى عن تشخيص الصداع الاولي، هو التشخيص الاكلينيكي له دور مهم جدا في تحديد نوع الصداع. زي ما الدكتور احمد قال في يمكن اكتر من 150 نوع من انواع الصداع الاولي، لكن احنا هنختص بالذكر الثلاث انواع المشهوره جدا. الحاجات التانية بتبقى نادرة الحدوث خالص. يعني اولا الصداع التوتري المزمن دوت بيبقى اشهر نوع من انواع الصداع، وبنقول ان هو بيبقى عبارة عن المريض بيشعر بحزام حوالين الرأس، بيحس ان في حاجة حوالين رأسه وبتضغط على رأسه زي ده كده بالظبط. هو نفس الصورة دي، هو ده المريض بيوصف لك الاحساس ده، يقول لك ان في حاجة محزمة رأسي وبتضغط عليها. الصداع ده في شدته، هو شدته بتبقى بسيطة إلى متوسطة، ما بيوصلش درجة عنيفة من الشدة ولا يعوق الإنسان عن أداء وظائفه اليومية، ولكن هو أكثرهم في إن هو يبقى مزمن. في الأول إحنا هنثبت الصورة دي شوية يا شباب. إحنا بنقول الصداع ما بنقولش عليه صداع مزمن إلا إذا كان بيجي أكتر من 15 مرة في الشهر لمدة 3 شهور على الأقل، يبقى كده نقدر نسميه إن هو صداع مزمن. الصداع التوتري بيحصل بيبقى زي ما قلنا درجة الشدة بتاعته درجة بسيطة إلى متوسطة ولا يعوق الإنسان عن أداء وظائفه، وما بيكونش مصحوب بعلامات أخرى زي الغثيان أو اللي هو الميل للقيء يعني، أو إن هو يحصل ترجيع، أو المريض يكون عنده حساسية من الضوء أو من الصوت اللي هم بيبقوا مشهورين في الصداع النصفي. وكمان الصداع المزمن اللي هو الصداع التوتري ما بيبقاش فيه عملية النقح، او الانسان يقول لك انا حاسس ان فيه نبض في راسي او حاجة بتخبط في راسي، اللي هو بيبقى موجود برضو في الصداع النصفي. الصداع التوتري كمان ممكن يبقى مصحوب بآلام في عضلات الرأس او عضلات الوجه او عضلات الكتف او عضلات الرقبة، ولو ضغطنا على هذه العضلات ممكن دوًا بيزود موضوع الصداع. هو بيبقى مصاحب للمريض في فترات طويله قوي، وبيبقى مضايقه جدا وعامل له مشكله ان هو مش يعني مش حاسس ان هو كويس، يعني هو مش صداع شديد قوي لدرجه انه يخليه يقعد ما يشتغلش، ولكن هو الانسان بيبقى بيمارس حياته بس متضايق مش مرتاح نفسيا.
ده كمان زي ما قلنا ده ضمن الصداع الاولي اللي هو برضو اسبابها بالظبط مش معروفه، ولكن بيقال ان هو ممكن يكون في مشاكل او بعض التقلصات في عضلات الراس وعضلات الوجه، وممكن يكون في اختلال في بعض الوظائف العصبيه، انما بالظبط السبب ايه مش معروف. لما نيجي بعد كده للصداع النصفي هنجد ان الصداع النصفي بيتميز بان هو بيبقى شديد جدا وبيخلي المريض ما يقدرش يعمل اي شغل مفيد، يعني المريض بيبقى عاوز يدخل ينام ويقفل الغرفة على نفسه ويضلم الغرفة ويقول لك انا لو نمت هقوم مرتاح. ولكن دوت الصداع النصفي لما بنقول ان هو بيعتبر طوارئ، يعني احنا بنعتبره كأنه حالة طوارئ، لازم المريض ياخد علاج على طول عشان ينهي الألم بتاع الصداع. الصداع النصفي المدة بتاعته ممكن يتراوح من النوبة من نوبات الصداع تتراوح من ساعة لثلاث ساعات، ده في الغالب يعني، انما ممكن تزيد عن كده، واحيانا نادر قوي انها تقل عن ساعه. النوبه بتاعه الصداع النصفي نادر انها تقل عن ساعه، وكمان ممكن تمتد لثلاث ايام. الصداع النصفي بيبقى مصاحب بعلامات اخرى زي الغثيان او الميل القيء او الترجيع، وبيبقى فيه حساسيه من الضوء ومن الصوت اللي موجود حوالين المريض. في 20% من حالات الصداع النصفي، اولا قبل ما نقول النسبه دي، هو طبعا بيبقى في ناحيه واحده من الراس، انما ده غالبا برضو بيبقى في ناحيه واحده من الراس. طب ممكن يحصل في الناحيتين؟ ممكن، بس في نسبه قليله خالص. بس الاهم في الموضوع المواصفات بتاعته، ان هو بيبقى شديد بيحد من حركتك ومن شغلك، وان هو بيبقى فيه الالم بيبقى نابض او بيبقى فيه نقح داخل الراس. بنقول ان 20% من حالات الصداع النصفي بيحصل قبلها ما يسمى بالعلامات المقدمة للصداع، يعني لسه ما حصلش ألم بس بيحصل علامات كده مقدمات للصداع المريض بيقدر يحسها ويقول الصداع هيجيلي بعد شوية. العلامات دي زي ايه؟ بنقول ان هو ممكن تكون علامات بصرية او علامات حسية او علامات حركية. العلامات البصرية زي ان هو المريض يحس ان فيه فلاشات ضوء قدام عينه، او يحس ان فيه زجزاج، خط زجزاج كده من الضوء قدام عينه، او يبقى فيه اختلال في القدرة على البصر، او يحس ان فيه بقع من الضوء برضو في مجال الرؤية قدام عينه اللي هيحصل فيها الصداع. من المقدمات برضو ان هو يكون فيه مقدمات حسية، يعني يحس بتنميل او خدلان في منطقة من الجسم، خاصة الشفة او الوجه او احد اليدين. العلامات اللي بعد كده من المقدمات برضو ممكن تكون حركية، على هيئة ان هو يحصل فيه اختلال في قدرته على الحركة، او يحصل فيه اختلال في القدرة على الكلام، يبدأ يتلعثم في الكلام، او يحصل فيه اختلال في قدرة على تمفصل الحروف مع بعضها، فيبدأ يقول لك انا الصداع هيجي لي بعد شوية. مرحلة المقدمات اللي بنسميها بالانجليش اسمها الاورا، دي بتبقى بتاخد من 5 دقائق لربع ساعة، ونادر جدا انها تمتد الى ساعة. اثناء الصداع دوت في علامات فيه برضو بتدل على ان هو هيبقى خطير قوي، ولازم برضو نعمل فحوصات كتير واشعاعات كتير عشان نعرف هل في حاجة حصلت غيرت طبيعة الصداع دوت، ولا في حاجة جديدة حصلت ولا لا. زي ان هو نبدأ نلاقي ان هو بيوصل لدرجة عالية جدا في فترة وجيزة خالص، يعني مثلا في ثواني او في دقائق يوصل الالم لسرعة شديدة جدا في ثواني او في دقائق، او يحصل معاه فقدان للبصر، او يحصل معاه تغير في القدرة على الحركة، او شلل نصفي احيانا لا قدر الله ممكن يحصل معاه. دي بتبقى من ضمن علامات الخطورة اللي بتحصل احيانا مع الصداع النصفي. هننزل الصور بتاعتي يا شباب بعد اذنكم. الصداع النوع الثالث، يبقى احنا كده ادي برضو عاوزين نركز لحضراتكم عشان تبقوا واخدين بالكم معانا. على الشمال خالص ده الصداع المزمن، اللي في النص ده الصداع النصفي او اللي هو الشقيقة، اللي على اليمين خالص ده الصداع العنقودي اللي هو غالبا بيجي في منطقة العين او ما وراء العين، واحيانا يمتد لحد اخر الراس. الصداع العنقودي هو سمي العنقودي لانه هو بيجي على هيئة عناقيد، يعني تيجي تلاقي نوبات بتحصل ليك، نوبات قصيرة جدا بس ألمها بيبقى شديد، وبتحصل النوبات دي قد تصل الى 8 مرات في اليوم وقد تزيد عن ذلك، وممكن تستمر لايام او لاسبوع. ده برضو بيوضح برضو الصداع النصفي والعنقودي والصداع التوتري. الصداع العنقودي دون بيبقى نسبته اكتر في الرجالة، وبيتميز بان هو بيبقى الم شديد، ممكن يكون فيه نقح او ما فيهوش نقح، انما بيبقى فيه الم، واحيانا برضو يحصل معاه الغثيان او الميل القيء، بس مش بدرجة كبيرة زي الصداع النصفي اللي هو الشقيقة. دي الحالة دي
بنعمل حقن للعصب الخامس زي ما حضراتكم شايفين الابره، بنعمل حقن للعصب الخامس عشان يقلل موضوع الصداع النصفي مع العلاج اللي بيبقى واخده المريض. والمريض عاده بيروح لاطباء كتير، بيجي لنا في الاخر والحاله بتبقى صعبه جدا بعد سنوات طويله، بتبدا احنا نعمل معاه الحاجات الجديده اللي هي ان احنا نعمل تردد حراري، والدكتور احمد هيبقى يكلمنا عنها بالتفصيل. فدي بتثبت نتائج في الموضوع ده، مش بنقول ان هي نتيجه 100% بس على حسب الحاله، يعني في حالات بتستريح كويس جدا، وفي حالات بتبقى وصل لدرجه من درجه مزمنه او درجه من الصعوبه ما تقدرش تعمل معاها حاجه. بالنسبه للتشخيص تاني بنقول ان هو الصداع العنقودي ده بيجي غالبا في الرجاله، وبيبقى الانسان متوتر جدا اثناء الصداع وبيبقى غضبان جدا، والصوره دي برضو هي الخلفيه الاماميه لموضوع حقن العصب الخامس بالتردد الحراري. بيبقى المريض متوتر جدا اثناء الصداع، وقد يحصل مشاكل بينه وبين اسرته نتيجه التوتر اللي بيحصل له اثناء عمليه الصداع. بعد كده في اثناء التشخيص بقى بنلجا لبعض التحاليل والاشعاعات اللي بتبين لنا احيانا الحاجات الثانويه اللي ممكن نشك فيها في اثناء شغلنا، او لو حصل تغير في طبيعه الصداع زي الرنين المغناطيسي او الاشعه المقطعيه، واحيانا بنلجا ان احنا نعمل اشعه بالصبغه على شرايين المخ. اما نيجي نتنقل بقى الكلام عن علاج الصداع، دكتور احمد هيكلمنا عن العلاج التحفظي والعلاج الحديث اللي هو التردد الحراري. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا زي ما اتفقنا قبل كده علاج اي نوع من انواع الالم بيعدي على 3 مراحل، علاج تحفظي وعلاج بالتداخل المحدود، وممكن علاج جراحي لا قدر الله لو احنا عملنا اشعاعات وشخصنا ان طلع مثلا في تجويف صديدي جوه المخ، او في اورام سرطانيه، او في تمدد في الاوعيه الدمويه، حاجه مستدعيات الجراحه، وده طبعا خارج عن نطاق طبيب علاج الالم ده دكتور مخ واعصاب. احنا هنتكلم على العلاج التحفظي. اول حاجه في العلاج التحفظي بنسميه نون فارماكولوجيكال تريتمنت، او علاج بدون ادويه. والعلاج بدون ادويه عباره عن بنعلم المريض ازاي تتفادى حدوث الصداع عن طريق كذا حاجه، تغيير اللايف ستايل او تغيير نمط الحياه. العيال اللي على طول متوتر، العيال اللي على طول ستريس، بيشيل كل الامور على بنسميه بالبلدي كده شايل كل حاجه يعني ايه على راسه، بنقول له يحاول يغير من نمط الحياه بحيث ان هو ما يعرضش نفسه للتوتر العصبي ده اللي ممكن يساعد. هو طبعا الصداع ده بيبقى ليه اسباب وراثيه، لكن احنا بنتكلم على ان انا احاول اقلل القصه دي على قد ما اقدر. في بعض المأكولات والمشروبات بتزود الصداع زي الأكلات اللي فيها لحوم. طب دكتور أحمد استأذنك، هنخش في العلاج بتاع الحقن على طول لأن عشان وقت الحلقة بس. تمام. العلاج بالأدوية خلاص، العلاج عن طريق الحقن، عن طريق إن احنا نحقن ضفائر عصبية موجودة في الرأس احنا عارفينها ممكن تكون هي السبب في الصداع نفسه. لما نيجي نعرض الصور اللي احنا كنا وقفنا عندها، الصور دي هتبين في ضفيرتين عصبيتين موجودين في الغده الحنكيه والعصب الخامس. هم لما يعرضوها ان شاء الله هتبان دي، بندخل عليها بجهاز التردد الحراري وبنعمل عليها تردد حراري بحيث ان الامور تهدى شويه مع العلاج. بالظبط كده اللي معلم عليها بالاحمر دي الغده الحنكيه، واللي بالازرق دي العصب الحبس او الغده بتاعت العصب الخامس. الصوره اللي بعديها نبدا نبين بندخل لها ازاي، دي مكانها، دي صوره ثانيه مكانها في الجمجمه. الصوره اللي بعديها دي الغده الحنكيه اللي بيدخل عليها بالتردد الحراري، دي لازم تتعامل في العمليات تحت جهاز الاشعه التداخليه بجهاز التردد الحراري. الصوره اللي بعديها شباب، صوره الاشعه شباب. طيب عموما هو حضرتك كمل يا دكتور احمد، هو يعني احنا بنعمل العصب الخامس او الغده الحنكيه بالتردد الحراري والنتائج عامله ايه بالنسبه للحالات حسب حاله المريض، زي ما سعادتك قلت قبل كده، حسب حاله المريض وحسب الصداع ده بقى له قد ايه وحسب درجه الصداع وحسب اختيار الميعاد المناسب. يعني من الحاجات المهمه جدا مثلا في الكلاستر هيدك ان انا ادخل اول ما الصداع يبدا يجي له فتره، في فتره زمنيه هتبدا. دي صوره الاشعه الغده الحنكيه، دي الغده الحنكيه، دي الابره هي جايه من ناحيه الشمال وداخله على الغده الحنكيه، ليها مكان مخصوص دكاتره علاج الالم عارفاه، بندخل ونشتغل عليه بالتردد الحراري بتهدي. وفي ناس بتقول ان تهيج الضفيره العصبيه دي مسؤوله عن القصه دي. كتر خيرك يا دكتور احمد، معلش احنا اسفين بس عشان وقت الحلقه. اعزائي المشاهدين كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، نرجو ان انتم تكونوا استفدتوا منها. ان شاء الله احنا الحلقه اللي جايه هنكون مسافرين في مؤتمر في امريكا عن علاج الالم، دعواتكم لينا ان شاء الله بالتوفيق. الحلقه بس هيتزاع في حلقه معاده ان شاء الله هتتزاع على نفس الميعاد كل اسبوع او اسبوع، لا الحلقه اللي بعديها ان شاء الله هنتكلم عن
آلام متلازمة الآلام المركبة المناطقية، دي حاجة يعني اسم معقد كده، بس هنشوفها إن شاء الله في الحلقة. فحتى ذلك الحين نتمنى أن ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.